الذي نوافيكم به من قناة العيون، والبداية مع العناوين. في نشرتنا لليلة من الداخل، اختتام فعالية منتدى كرونس مونتانا في دورته الخامسة. ومن الطنطان نتابع تفاصيل ندوة وطنية حول الحماية القانونية للمرأة المغربية. وفي النشرة أيضا سنتابع فعاليات تظاهرة المشي الرياضي للنساء التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للرياضات الوثيرية والرشاقة البدنية الهيب هوب والأساليب المماثلة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد مايكل دانييل هيغينز رئيس إيرلندا، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات للرئيس مايكل دانييل هيغينز بموفور الصحة والسعادة وللشعب الإيرلندي الصديق بمزيد التقدم والازدهار. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ينظم التدريب العسكري المشترك المغرب الإيرلندي الأسد الإفريقي 2019 من 16 من مارس إلى 7 من أبريل 2019 بجهة أكادير، تفنيت، طنطان، طاطا وبنغرير بمشاركة آلاف العسكريين وعدد مهم من المعدات. وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن الأهداف من هذا التدريب الذي يعد من بين التداريب الأكثر أهمية في العالم بين الحلفاء هي عديدة: المصادقة على مفاهيم استخدام القوات البرية وتعزيز العمل المشترك لوسائل وأنظمة القيادة الجوية البرية المعتمدة في البلدين، وتدريب المكون الجوي على عمليات المقاتلات الجوية وعملية التزود بالوقود جوا، وكذلك القيام بأنشطة ذات طابع إنساني. أما الآن مشاهدينا الكرام، فنفتح نافذة الدورة الخامسة لمنتدى كرونس مونتانا المنظم بالداخل تحت الرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وينضم إلينا مباشرة من مكتبنا بالداخل الزميل بكار دليمي في نشرة خاصة من هناك. أهلا بك الزميل بكار دليمي. أهلا بك الأخت تفرح. نعم، أسدل ستار اليوم على النسخة الخامسة من منتدى كرونس مونتانا. هذه النشرة الخاصة من مدينة الداخلة أستضيف فيها السيد عزيز سير مدير المدرسة الوطنية للتسيير والتجارة بالداخلة للحديث أكثر عن نجاح هذه الدورة الخامسة. سيد عزيز أهلا وسهلا بكم. شكرا للاستضافة. لنا عودة لكم في سياق هذه النشرة. شكرا. اختتمت اليوم الأحد بالداخل أشغال الدورة السنوية الخامسة لمنتدى كرونس مونتانا التي انعقدت ما بين 14 إلى 17 من مارس الجاري بمشاركة حوالي 1200 مشارك منحدر من 110 دولة
وتم خلالها إثارة العديد من النقاشات حول التعاون جنوب-جنوب ومستقبل إفريقيا. وبعد 4 أيام من اللقاءات والجلسات العامة والأحداث والأنشطة الموازية، أجابت هذه الدورة عن العديد من انشغالات شباب الإفريقي. عن حفل الاختتام يدور روبورتاج العالية حميميد ومحمد يداس. بعد 3 أيام من النقاشات المعمقة بهذه النسخة من منتدى كرانس مونتانا بالداخلة، والتي تمحورت حول بعض القضايا التي همت بالأساس شباب إفريقيا وقضايا أخرى، اختتمت اليوم فعالية المنتدى بتعيين 50 شابا من القارة السمراء ممن يمثلون هيئات حكومية وغير حكومية ومؤسسات إعلامية ومقاولات كقادة جدد لهذه النسخة. حفل الاختتام هذا يمثل صورة عن النسخة الخامسة من منتدى كرانس مونتانا. احتفلنا بالشباب الإفريقي واستطعنا تمييز 50 شابا موهوبا من أركان القارة الأربع، وأيضا هذه النسخة ضمنهم شباب موهوبون من الداخل ومن كل أرجاء المنطقة المحيطة بها، والآن أصبحوا من عائلة كرانس مونتانا ويمثلون لنا المشعل من الشباب المقاول الذي قرر أن يحدد مصير إفريقيا. هذا الصباح كانت لي الفرصة أن أكون أمام السيدات الأوليات للحديث عن استقلالية النساء والرائدات من النساء والمقاولين الشباب. حقيقة لنا الشرف أن نشكر صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرئيس الشرفي لكرانس مونتانا، والذي أعطانا الفرصة للإيمان بأنفسنا. أنه هذه السنة يخص الشباب بملتقى خاص بهم قادة الأفارقة المستقبل إفريقيا، يمثل الكثير لأنه على أساس نسنا وعلى دولنا العربية والأفارقة بشكل عام أن يستثمروا في طاقة الشباب. الشباب الإفريقي لا زال يحتاج المكان اللائق به كغيره من الشباب العالم. ويطمح فائز هذه الدورة بالانخراط الجاد في مسار بناء إفريقيا حديثة من خلال الحوار البناء حول مجمل القضايا. تم الليلة اختيار مجموعة من الشباب الحامل لصفات ليدر القيادة، وهذا الشيء دل فإنما يدل على أن شباب جهة الداخلة هما في صلب التنمية، وشباب واعي بمسؤولياته والمنوطة به، وله حضور جد فعال ومتميز في شتى الميادين. اللي نأمله من خلال هذا التكريم يفتحنا على مؤسسات دولية من أجل إنعاش برنامج التشغيل الذاتي في جهة الداخلة والذهب. هذا البرنامج اللي هو خاصه ينفتح على شركاء دوليين، واللي نبغوا هذا التكريم هذا نكونوا حاضرين فيه للتعريف بالجهه الداخله واثاره ومشاركه قضايانا الاجتماعيه والاقتصاديه مع الشركاء الدوليين لما في صالح الجهه. منحنا عضويه في المنتدى كروس مونتانا ان كان يدل على شنو، انما يدل على الاهتمام بالشباب والاهتمام كذلك بالفاعلين الاقتصاديين المحليين، وهذا راجع كذلك تطبيق التيم اللي هو عليه محور هذه الدورة، وهو الاهتمام بالشباب وبإفريقيا. الحمد لله احنا اليوم نكرمه في مدينة الداخلة كقادة مستقبل الشباب، ونتمنى أن نكون نموذج مشرف للمرأة الصحراوية وكشابة صحراوية قدرت تمشي بعيد في مجال الطاقات المتجددة. إن شاء الله نستفاد من قدرات غيري ونبادل خبراتي معها والشباب اللي يكرموا معايا، وراني مباركة للجميع. أشغال منتدى كرانس مونتانا التي تواصلت على مدى 4 أيام بحضور شخصيات وازنة وممثلي أهم المنظمات الدولية والإقليمية تجعل من الداخل وجهة لاحتضان أكبر المنتديات الدولية بامتياز. نعم سيد عزيز سعير، اختتام يدل على نجاح باهر لهذه الدورة الخامسة والتي ناقشت موضوع الشباب ولامست مختلف انشغالاته. بالفعل هذه الدورة عرفت نجاحا متميزا نظرا كذلك لطبيعة موضوع
هذه الدورة. الموضوع يركز بالأساس على الشباب، الشباب بالقارة الإفريقية، وكما جاء في الرسالة الملكية في الافتتاح المنتدى، أهمية والدور الذي يمكن للشباب أن يلعبه في التنمية بالقارة الإفريقية والمشاركة في الديناميكية التي تعرفها القارة الإفريقية. فكان يعني خصوصية هذه الدورة أنها تتميز بالتركيز على الشباب وبحضور الشباب بالمنتدى. نعم، إلى جانب أيضا قضايا الشباب، هناك الحديث عن ضرورة إصلاح التعليم وكذا التكوين بالقارة الإفريقية. بالفعل بما أنه الموضوع كما قلنا يتركز على الشباب، فهناك معطيات تم التحدث عنها كمعطى مثلا ديموغرافي حول الشباب، أنه معدل السن بالقارة الإفريقية الآن هو 18 سنة، والشباب ما بين 18 و25 سنة يشكلون أكثر من 40%، فبالتالي يبقى هذا هو رأس المال المهم بالنسبة للقارة الإفريقية، وبالتالي يجب استغلال هذا رأس المال، يجب استغلال في التعليم بالأساس وكذلك في مجال الصحة، ومجال آخر يعني هو كيفية تمكين الشباب من المؤهلات، من توفير واستغلال المؤهلات والطاقات الشابة في ريادة الأعمال وكذلك في الابتكار. فجودة التكوين وكذلك الابتكار فهما يعني مسألة مهمة بالنسبة لمستقبل الشباب. نعم، من بين النتائج التي خلص فيها العديد من الشباب الذي شارك في هذه النسخة هو بأن بعد أن كان الشباب الإفريقي يشكل مشكل من خلال البطالة، من خلال الهجرة السرية نحو القارة الأوروبية، يمكن أن يتحول إلى طاقة إيجابية للقارة الإفريقية واستثمار بشري ربما يضاهي الثروات الأخرى كالمعادن والطاقات. بالفعل كما قلت بأنه رأس المال الآن بالنسبة لإفريقيا فهو الطاقات الشابة، لأنه إلى قرنا الهرم الديموغرافي في أوروبا اللي كيتميز بالشيخوخة والهرم الديموغرافي اللي كاين في القارة الإفريقية، فكيبقى بأنه رأس مال مهم بالإضافة إلى الثروات الطبيعية الموجودة التي تسخر بها القارة، ولكن كيبقى المعطى الأساسي والأهم هو الشباب، هو العنصر البشري. فكيفية يعني تأهيل هذا العنصر هو وخصوص أنه هذا الشباب كما قلنا من 18 25 سنة فهو مستقبل القارة الإفريقية، فيجب استثمار في هذا الجيل من الشباب. نعم، نبقى دائما في علاقة بموضوع الشباب. عقد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالتعاون الإفريقي محسن الجزولي أمس السبت اجتماعا مع ممثلي الشباب الإفريقي الذين سلموا له إعلان الدخلة حول إدماج الشباب في اتخاذ القرار بإفريقيا. وهذه المناسبة قدم من خلالها الشباب الإفريقي الذين اجتمعوا بالداخل إلى السيد الوزير العريضة لتوصيل إعلان الداخل. هنا بكرونس مونتانا حضرنا لحظات قوية عندما قدم الشباب الإفريقي شهادة في حق جلالة الملك من خلال مواقفه فيما يخص الشباب الإفريقي، سواء في تنمية البلدان الإفريقية بشكل عام وأيضا الشراكة بشكل خاص مع البورصات التي لها علاقة مباشرة مع بعض الطلاب الأفارقة بالمغرب. لدينا في المغرب أزيد من 20,000 طالب إفريقي، من بينهم 12,000 طالب ممنوح للدراسة من طرف الدولة المغربية. هؤلاء الشباب إذن جاءوا إذن لإيصال الرسالة يتمنون فيها من المغرب من خلال مبادرة جلالة الملك أن يساعد الشباب الإفريقي. نبقى دائما في الأنشطة التي عرفها منتدى كرانس مونتانا، ومع فعاليات اليوم الرابع لهذا المنتدى والذي عرف تنظيم عدة ورشات ناقشت مواضيع مختلفة على رأسها الصحة بالقارة الإفريقية والتغطية الصحية، كما ناقشت أيضا النساء والأدوار التي يلعبنها في تنمية القارة ودور رجال الأعمال الشباب في تعزيز قدرة القارة الإفريقية. المزيد من التفاصيل عن هذه الورشات مع محمد الميلقرح ومحمد مشنان.
الصحة بالقارة الإفريقية والتغطية الصحية الشاملة محاور رئيسية ناقشتها هذه الورشة التي أطرها مجموعة من مسؤولي قطاعات الصحة بعدة دول إفريقية. كما تم أيضا تسليط الضوء على كيفية تعزيز شبكات الرصد والرعاية الصحية وتيسير وصول الأدوية للجميع. المتدخلون خلال الورشة تناولوا سبل وطرق الحصول على الرعاية الصحية لجميع الفئات وبتكلفة معقولة. اليوم هذا اللقاء في الدخلة من الأهمية بمكان، ولن يطرق لمسألة الصحة ومسألة التغطية الصحية الشاملة، مهم كذلك بالحضور ديالو الوزير لمجموعة من الوزراء من إفريقيا ومن أمريكا الوسطى باش يتكلموا على التجارب ديالهم في هذا المجال. كما تتعرفوا على المستوى الإفريقي يعني المستوى ديال التغطية الصحية والنسبة لا تتجاوز 45%، وهذا يعني فيه واحد المشكل الأساسي ديال ولوج كل المواطنات والمواطنين بإفريقيا إلى خدمات صحية ذات جودة. هنا بطبيعة الحال تطرق لمسألة التمويلات المبتكرة، لمسألة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ما الدور الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص في هذا المجال، ثم كذلك كيف يمكن أن نستفيد من تجارب أو من التقنيات الحديثة، يعني ما يتعلق بالإدارة الإلكترونية والصحة الإلكترونية لكي نعزز الولوج للخدمات الصحية. في الحقيقة تواجدي بالمنتدى شكل فرصة جيدة لنقاش مواضيع الصحة والتغطية الصحية والاطلاع على المستجدات في هذا القطاع المهم والحيوي. لقد سررت جدا لمشاركتي في هذه الورشة. ورشة أخرى تناولت موضوع النساء وأدوارهن المهمة في تنمية القارة الإفريقية، خاصة النساء رائدات الأعمال، هذا إلى جانب دور رجال الأعمال الشباب كلاعبين اقتصاديين أساسيين في القارة الإفريقية. الورشة أطرها عدد من الخبراء والمختصين، قدموا خلالها عروضا تؤكد على ضرورة دعم الكفاءات الشابة. وهي الورشة اللي شفتوا فيها ياسر من النساء اللي كيمثلوا منطقة الجنوب واللي حاضرات باش يدلوا بآرائهم. هناك كذلك مشاركة ديال نساء إفريقيات اللي حتى هما عبروا عن الإكراهات اللي تواجههم في هذا المجال ديال المقاولة في بلدانهم، وهي كما قلت أنها فرصة لتسليط الضوء على المرأة بصفة عامة في إفريقيا قارة تجمعنا جميعا. اليوم نحن بصدد حضور في ندوة اللي هي تهم القيادات النسائية بالجهة، ونحن كدوات أو كفاعلات جمعويات نتمنى أن نخرج اليوم بتوصيات تهم بالخصوص المرأة الفاعلة والمقاولة في جهة دخلة وادي الذهب. بصفتي رجل أعمال شاب أتمنى أن تتاح لنا الفرصة وأن يتم دعمنا أكثر، لأن القارة الإفريقية غنية بالطاقات الشابة المبدعة والخلاقة، والشباب كما يعلم الجميع هم مفتاح التطور والتقدم. ورشات يروم من خلالها منظمو المنتدى الوقوف على مواطن القوة والإمكانات التي تزخر بها القارة واستغلالها بشكل سليم لتجاوز الصعوبات والإكراهات، وذلك من أجل التطور وازدهار القارة الإفريقية. نعم، العديد من القضايا تم طرحها خلال ندوات وورشات هذا المنتدى، من بينها التغطية الصحية، دور النساء، وكذلك الشباب الإفريقي. بالفعل كما قلت من قبل بأنه التركيز في هذا المنتدى كان على دور الشباب، الدور الذي يمكن على الشباب سواء في التنمية بشكل عام خصوص في التنمية الاقتصادية. فيما يخص النقطة الأولى المتعلقة بالصحة، تم عرض مجموعة من التجارب سواء التجربة المغربية أو مجموعة من التجارب أخرى، الهدف منها هو يعني أنه الاستفادة من هذه التجارب هذه، والهدف أن كيفية إدماج الشباب في استثبات الأمن وكذلك التغطية الصحية بالنسبة للعديد من الدول الإفريقية. فيما يخص مسألة أخرى مهمة تتعلق بالشباب هي النقطة المتعلقة بريادات الأعمال أو الانتربرونارية، وعلى الخصوص العنصر النسوي. نعرفه بأنه في القارة الإفريقية العنصر النسوي له ديناميكية، يلعب دور كبير. ف 25% يعني من النساء عندهم
مقاولات يعني كاين حسب النسب، ولكن هنا يجب توظيف يعني واستغلال مؤهلات الطاقة ديال الشباب، وكذلك التحفيز على الابتكار فيما يخص ريادة الأعمال. وكان في هذا المنتدى يعني كيفية أنه الرفع من مستوى إسهام المرأة أو الإفريقية في ريادة الأعمال بشكل عام. نعم، هذا يقودنا أيضا إلى موضوع ورشة أخرى. فخلال هذه الورشات تم التركيز أيضا في منتدى كرانس مونتانا على إقلاع إفريقيا والتحول الرقمي، الذي من شأنه أن يفتح آفاقا واعدة بالنسبة للتعليم والمالية والطاقة والنقل والصحة والفلاحة، مع العمل على تنمية منظومة ملائمة الابتكار. وركزت هذه الورشة على تقنيات الرقمنة، بما في ذلك العروض التقنية التي تقدمها الشركات الإفريقية. كيف لإفريقيا أن تطور تكنولوجيا مثلا رقمية وهي لا زالت لديها مشاكل حتى في التعليم؟ ولو أن هناك مشاكل، أنا شخصيا حضرت هذه الورشة وتم عرض مجموعة من التجارب العديدة، كانت فيها التجربة المغربية بخصوص الدار البيضاء، بخصوص مدينة الرباط، كانت كذلك تجربة داكار وتجربة أبيجون. هذه مجموعة من التجارب اللي ناجحة وفيها من مجموعة من النقاط الإيجابية، ولكن كما قلت كان هناك يعني بعض المشاكل، يعني أنه ولكن مع ذلك أنه تم. لنستمع لهذا التصريح بنفس السياق. اليوم هو مهم بالنسبة لي أن أتعرف على هذا الموضوع، لأننا نتحدث عن تطوير الرقمنة بإفريقيا ونتحدث عنها، ولكن ننسى دور بلداننا في خلق بنيات أو فضاءات تمكن المقاول أن يطور نشاطاته كأي مقاول بفرنسا أو الولايات المتحدة الأمريكية. يجب أن نجعل القارة الإفريقية تتنفس وأن تنهل من التكنولوجيا ونجلب ثقافات جديدة. بالنسبة لهذا اللقاء يحظى بأهمية كبيرة، لأننا نبحث في تجارب مثالية، نستمع إلى أفضل الممارسات في هذا المجال من مختلف الأقطاب الإفريقية، ونتقاسم التجارب الناجحة. أعتقد أن إفريقيا يجب أن تحظى بالامتياز، لأن هذه هي الثورة التي ستساعد إفريقيا للنهوض والتطور، والداخلة هي المكان الأنسب لهذا الملتقى في هذا الوقت بالتحديد، من أجل أخذ زمام الأمور، لأننا نحن القادة. نعم، الكثير أجمع خلال هذا المنتدى على أهمية التكنولوجيا الرقمية في مساعدة المقاولة الإفريقية للنهوض بهذا الاقتصاد الإفريقي والدخول في العالمية. بالفعل كما نعرف جميعا أنه لما نتحدث عن الابتكار حاليا في مجال التكنولوجيا هو أسرع بكثير المجالات الأخرى، وبالتالي يعني الدول المتقدمة تعتمد بالأساس الآن حاليا على الابتكار في التكنولوجيا مقارنة مع أفريقيا، يعني لازال مزيل. ولكن مع ذلك كما قلت بأنه كانت عرض مجموعة من التجارب، وتم يعني الإجماع على كيفية يعني استغلال المنظومة يعني في ميادين متعددة من فئة التعليم، الصحة، الطاقات المتجددة، وكذلك الخدمات. يعني كاين أنه تم الاتفاق على تبادل التجارب وسير قدما يعني في مجال الابتكار في التكنولوجيا، بالنسبة يعني أنه يكون يعني خصوصيات ويأخذ بالاعتبار خصوصيات القارة الإفريقية. نعم، القارة الإفريقية هناك يعني تقدم فيما يخص بالمقاولة سواء الشبابية أو المقاولة بشكل عام، ولكن هناك دائما تبعية للدول الغربية من خلال يعني التكنولوجيا. كيف يمكن للقارة أن تحل هذه المشكلة؟ كما قلت أنه يجب الابتكار، الاعتماد على الابتكار في التكنولوجيا. فلما نقول الابتكار في التكنولوجيا فهذا لا يعني دائما أنه يجب أن يكون هناك رأس مال يعني مهم. لا، الابتكار في التكنولوجيا يمكن يبدأ بفكرة وتتبلور إلى يعني مشروع كبير وإلى مقاولة كبيرة. وهناك مجموعة من التجارب كيعرفها الكل.
لهذا فيعني انه المساله اساسيه هو اعطاء الفرصه والمؤهلات للشباب للابتكار والابتكار والابداع في ميدان التكنولوجيا. نعم، هناك ايضا مشكل اخر يقف امام تنميه افريقيا وهو الطاقات. بالفعل فالطاقات هنايا كاين مفارقه، هو انه الطاقه بانه طاقه شمسيه او الطاقات المتجدده سواء اعتمد هنا الطاقه الشمسيه او الريحيه وكذا فهي موجوده بافريقيا، ولكن كيفيه الاستغلال يجب ان نعتمد يعني بالتكنولوجيا دائما بالتكنولوجيا، ولكن انه بانه الى خدينا النموذج المغربي فالنموذج المغربي فهو رائد في ميدان الطاقه المتجدده وخربطهم بالتكنولوجيا، فيجب استغلال فهو استغلال مستدام للطاقات المتجددة سواء الطاقة الشمسية أو الريحية أو الكهرومائية. نعم، الطاقة المتجددة والأمن الغذائي شكل محور عمل عدد من الخبراء والمهتمين الأفارقة خلال أعمال هذا المنتدى. الورشات حاولت إيجاد الحلول لعدد من القضايا المطروحة. العلي حميميد، محمد يداس، إبراهيم جولي وصالح رقيبي. الأراضي البكر والموارد المائية إمكانات ستؤهل إفريقيا لأن تصبح مائدة الغذاء العالمي إذا توفرت الشروط لإقامة مشاريع زراعية. رؤية استراتيجية خلص إليها ثلة من الخبراء الوطنيين والدوليين في المجال الفلاحي بعد نقاش مستفيض حول آفاق الأعمال الزراعية بإفريقيا خلال هذه الورشة المنظمة على هامش فعالية منتدى كرانس مونتانا. كان لقاء حول الصناعة الغذائية ومدى الأهمية للصناعة الغذائية في تنمية سلاسل الإنتاج الفلاحي، فكان هناك تدخلات من عدة يعني تجارب، والتجربة المغربية في إطار مخطط المغرب الأخضر الذي أعطى لتنمية سلاسل واحد الأهمية كبرى عبر يعني سن القانون ديال 12/03 اللي كينضم سلاسل الانتاج. السيشن زي اللي كنا فيه بيتكلم عن الاجرو اندستري. لو بصينا على الاجرو اندستري هنلاقي رغم كل المنتجات الهائله في القاره الافريقيه الا ان نسبه التصنيع الزراعي منخفضه جدا، ولو توجهنا الى تنميه القطاع التصنيع الزراعي والقيمه المضافه الادد فاليو بالنسبه للمنتجات الزراعيه هنضاعف وهنحسن دخول الشعوب الإفريقية والمزارعين على وجه الخصوص. هذه الدورة كذلك تعرض مجموعة من خبرات والتجارب، ونحن كذلك بجهة داخل وذهب عندنا تجربة رائدة في مجال الفلاحي واللي نتقاسم معهم هاي التجربة لا في إطار المجال الفلاحي ولا كذلك في الطاقات المتجددة. هذه هي كانت محور بعض من الورشات واللي كنا فيها نوع من تبادل الخبرات وتبادل المشاورات واللي أعطت نتائج نتمنى أن إن شاء الله تعطي نتائج جد مهمة وتخرج بتوصيات إن شاء الله للمستقبل مفيدة. وفي ورشة منفصلة تمحورت حول موضوع تنمية إفريقيا راهن بالطاقات المتجددة، أطلع خبراء في هذا المجال أشادوا من خلالها بتجربة المغرب كنموذج لهذه الطاقة بإفريقيا، كما تمحورت حول الإمكانات الهائلة لإفريقيا وكيفية استغلالها للاستجابة لحاجية سكان القارة عبر إمدادهم بالطاقة. أن تعرفوا ماذا تعني الكهرباء في الدول النامية وخصوصا بإفريقيا. بدون الكهرباء اليوم لا توجد تنمية، وتم البرهنة على ذلك أن كثير من الكهرباء المنتج بالدول الإفريقية ليس فقط أنه غير كاف ولكن أيضا هو مكلف، إذن لا يسمح لهذه الاقتصاديات أن تتطور ولا أن تكون تنافسية. خضنا للتو نقاشا مثمرا حول الطاقة المتجددة بإفريقيا وتحدثنا عن الفرص الهامة من طاقة المحيط المتجددة من الرياح الساحلية من الأمواج المد والجزر وموارد أخرى. إذن بالنسبة لأهم جزء في هذا النقاش هو الإمكانيات الهائلة للطاقات المتجددة البحرية من المنطقة الاقتصادية الخالصة الضخمة أي المياه المحيطية الإفريقية التي يمكن تطويرها لتساعد سد حاجيات إفريقيا من الطاقة. توصية تمخضت عن هذه الورشات من شأنها بناء إفريقيا قوية وحديثة إن توفرت الشروط المادية والموضوعية.
نعم، العديد من التوصيات خرج بها المشاركون في هذه الندوة وأمثلة من الدول الإفريقية وكذلك المغرب. بالفعل احنا تحدثنا على الطاقات المتجددة، فتم عرض يعني النموذج المغربي فيما يخص الطاقات المتجددة اللي كتعتمد مثلا الطاقة الشمسية ومحطات نور، اللي هذا نموذج رائد ليس فقط على المستوى القارة الإفريقية فالمستوى العالمي، وكذلك المحطات اللي كتعتمد على الطاقة الريحية في الصويرة بوجدور، وكذلك المشروع الكبير المقبل عليه جهة الدخلة والذهب. فهذه كلها يعني مجموعة من المشاريع اللي نمو بها كل الحاضر يعني في الاستراتيجية المغرب في الاعتماد على الطاقة المتجددة، وأنه يعني من بين التوصيات أنه الاستفادة من هذه التجربة المغربية فيما يخص الطاقات المتجددة. نعم، على ذكر الأقاليم الجنوبية وجهة الدخلة وادي الذهب، الموقع الاستراتيجي القريب من إفريقيا ربما يساهم في الاستفادة من هذه الطاقات وتصديرها إلى القارة الإفريقية. بالفعل أنه من خلال سواء الرواق تاع جهة الدخلة والذهب أو كذلك زيارة الميدانية اللي قاموا بها مجموعة من يعني ضيوف المنتدى، فكان انبهار كبير يعني بالتنمية بشكل عام بجهة الدخلة والذهب، سواء من خلال يعني البنية التحتية أو القطاعات الإنتاجية، وكذلك بأنه يعني الدخلة جهة الدخلة والذهب يعني كبوابة ما بين المغرب وإفريقيا، فكذلك مجموعة من المشاريع سواء اللي كاينة أو اللي في طور الإنجاز ولا مبرمجة كميناء الميناء الأطلسي، فبالفعل أنها تولي محطة مهمة يعني في العلاقات التعاون ما بين المغرب وإفريقيا، وكذلك جنوب وكذلك المحطة اللوجستيكية اللي تربط ما بين ثلاثة ديال القارات. فالكل أنه يعني من خلال المشاريع اللي طالعوا عليها ديال جهة الدخلة والذهب، الكل يؤمن بأنه غادي جهة الدخلة والذهب ستصبح مركزا أساسيا أو ما يسمى قطبا أساسيا أو ما يسمى هاب ريجيونال. نعم، هذا الرواق الذي تحدثت عنه يضم العديد من المشاريع سواء التي تم إنجازها أو التي سيتم إنجازها في المستقبل، فبالموازاة مع انعقاد منتدى كرانس مونتانا، رواق جهة الداخلة وادي الذهب يستضيف ضيوف، ووفود هذا المنتدى الرواق يهدف إلى التعريف بمشاريع وأوراش الجهة المستقبلية ومخطط التنموي الجديد. الوفود الزائرة ضمت عدد من المسؤولين الأوروبيين والأفارقة وشخصيات مرموقة إلى جانب الإعلاميين، حركة نشيطة يعرفها رواق جهة الدخلة وادي الذهب، وذلك من خلال مختلف أعضاء الجهة. الزوار الذين حضروا هذا الرواق يعني كان لهم تصور، وكان لهم يعني انبهروا من خلال المشاريع التي تم عرضها على مستوى جهة الدخلة وادي الذهب، وكذلك المشاريع الخاصة التي قامت ببرمجتها جهة وادي الذهب في السنوات القليلة القادمة، وعلى رأسها البرامج الاجتماعية وبرامج التكوين وبرامج الاقتصاد تنمية الاقتصاد المحلي. تحت عنوان التجارة في إفريقيا كيف نبني تكاملا إفريقيا جديدا، نظمت جلسة موازية في إطار الدورة السنوية الخامسة لمنتدى كرانس مونتانا، ركزت على أهمية القطاع الخاص من أجل مواكبة الاستراتيجيات العمومية القائمة لتحقيق التكامل والوسائل الكفيلة بجعل إفريقيا قوة اقتصادية وتشجيع الاستثمار. الجلسة شهدت مشاركة عدد من المسؤولين الاقتصاديين والخبراء والمستشارين ورجال الأعمال. نقية بوشالقة، الصالح الرقيبي، وإبراهيم جولي. أكد المشاركون خلال هذه الجلسة الموازية التي نظمت في إطار الدورة السنوية الخامسة لمنتدى كرونس مونتانا تحت عنوان التجارة في إفريقيا كيف نبني تكاملات إفريقية جديدة، أن القارة الإفريقية التي حظيت باهتمام متزايد من المستثمرين الدوليين خلال السنوات الأخيرة في حاجة إلى خلق القيمة المضافة المحلية وفروع مندمجة تتماشى مع سلاسل القيم العالمية،
وكما أكدوا أن القارة الإفريقية مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى تنمية قطاعاتها المرتبطة بالصناعة والارتقاء بها إلى محرك النمو في ظل التحدي الديموغرافي وإلزامية بلورة حلول ذكية تزاوج بين النمو وخلق فرص الشغل. أكبر التحديات اللي كتعرفها إفريقيا ما يمكنش الحكومات بوحدها تحملها وما تقدرش تحملها، إذن هي في حاجة إلى قطاع خاص، قطاع خاص ديناميكي منظم عنده مؤهلات عنده إمكانيات، وقطاع خاص إفريقي آمن بأنه الشراكة فيما بين القطاعات الخاصة على المستوى الإفريقي هي ركيزة التنمية وركيزة المستقبل، ولهذا احنا في هذه المبادرة هذه داخلين من هذا المنطق. المشاركون أكدوا أن إفريقيا تعاني من مشاكل جمة مرتبطة بالبطالة ونقص البنية التحتية وتأخر الترسانة التشريعية والتنظيمية، مشددين على ضرورة مضي القارة نحو تعزيز اتصالاتها وبنيتها التحتية من خلال الاعتماد على الصناديق التمويلية كصندوق إفريقيا 50 وتوفير مناخ قانوني واقتصادي آمن لفائدة المستثمرين الأجانب، ذلك أن القارة في حاجة ماسة إلى رؤية اقتصادية مشتركة بين الدول تفضي في نهاية المطاف إلى اندماج صناعي حول المهن العالمية. هذه لقاءات عندها أهمية، خصوصا لأنه كتم فيها التطرق لعدد من القضايا لتفعيل الاقتصاد وآلية التجارة بين البلدين. هذه فرصة لطرح كاع العراقيل اللي كيمكن لها تكون ما بين اللي كتحد شوية من هذه الشراكة اللي يمكن لها تكون، وفي نفس الوقت فرصة ل المباحثات حول كيفية تفعيل وحلول الحلول اللازمة لتفعيل شراكة اقتصادية فعالة. J'ai dit que si nous voulons accélérer l'intégration régionale, notamment par le commerce régional et l'industrie, il faut qu'on mette en avant le secteur privé. Parce que très souvent, quand on parle d'intégration régionale, on parle des États. Je pense que les États ont déjà fait beaucoup. Maintenant, il est temps que le secteur privé prenne en main le chantier d'intégration régionale, qu'on bâtisse cette intégration régionale par le bas. وخلص المشاركون إلى أن إحداث منطقة قارية للتبادل الحر أصبح ضرورة ملحة من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي وأهداف التنمية، علما أن إفريقيا أصبحت قارة التحديات والرهانات والفرص، فالناتج المحلي الإجمالي للدولة الإفريقية يبلغ 2200 مليار دولار، وهو ما يمثل دخلا بقيمة 1800 دولار في المتوسط للفرد الواحد. أجمع العديد من المتدخلين خلال هذه الندوة بالخصوص على أن الدول والحكومات قدمت الكثير للتنمية في القارة الإفريقية، والآن أصبح دور القطاع الخاص دور حيوي في تحقيق التنمية، كيف ذلك؟ بالفعل بحضور يعني شخصيات وزنة في العالم الاقتصادي يعني من العديد من الدول، فالكل ركز على هذه المسألة، مسألة يعني ديال دور القطاع الخاص في الاستراتيجية العمومية، وكان الحضور ديال المغرب حضور وزن نظرا للتجربة ديال القطاع الخاص اللي ممثل في اتحاد مقاولات المغرب وحضور الرئيس وكذلك اعضاء من الاتحاد، ويعني الكل كيعرف يعني في خلال السنوات الاخيره والاستراتيجيه الملكيه يعني تجاه افريقيا الحضور تاع القطاع الخاص في الدول الافريقيه، فالان الحضور تاع القطاع الخاص سواء في المغرب او خارج المغرب في الدول الافريقيه فاصبح يضاهي الدول التقليديه اللي كانت عندها اليد على مجموعه من القطاعات يعني، وكذلك القوى الجديده اللي عرفت الاهتمام كبير يعني بالدول الافريقيه. نعم، حتى ساهم ايضا القطاع الخاص في امتصاص البطاله وحل العديد من المشاكل الاجتماعيه الاخرى. بالفعل انه الان ما بين الاستراتيجيات كيعتمد عليها يعني المغرب انه القطاع الخاص هو قطاع يوفر مناصب شغل، فهو كذلك القطاع الخاص كذلك هو اللي بالنسبه للدخل بالنسبه للافراد، فالدور يعني اللي يصبحوا كيلعبوا في منظومه ديال يعني المقاوله
في الاقتصاد المغربي، فهذا يعني شيء مهم وإيجابي. والآن كما قلت بأنه تم عرض هذه التجربة يعني وكيفية الاستفادة منها بالنسبة لمجموعة من الدول الإفريقية. نعم، وهذا أيضا يرجع إلى جودة التعليم الذي يساهم في مد القطاع الخاص بما يتطلبه سوق الشغل. نعم، رغم أننا نتكلم عن المشاكل في التعليم، لكن مع ذلك أنا كمسؤول عن مؤسسة ديال التجارة والتسيير بالداخلة وكأستاذ سابق في مدرسة التجارة والتسيير، فأنه هذا كان مجموعة من يعني المؤسسات الجامعية لأنها عندها تجاوب كبير يعني مع القطاع الخاص، وهي اللي كان الإمداد ديال بالأطر بالقطاع الخاص ولا زالت لحد الآن. يعني أنا كنقول رغم المشاكل فمع ذلك كاين تناغم يعني في حد بنسب يعني تتراوح أنه كيمد كاين إمداد كبير يعني بالأطر كما قلت. نعم نعم، السيد عزيز ياسر مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، شكرا لك. شكرا لكم السيدة فهم. شكرا. اهتمام كبير حظيت به هذه النسخة عدد من وسائل الإعلام الدولية كانت حاضرة لتغطية هذا الحدث الدولي المهم. عن هذا الموضوع يدور روبورتاج نقية بوشالقة وصالح رقيبي. يستقطب منتدى كرونس مونتانا الذي تحتضنه مدينة الداخلة للمرة الخامسة على التوالي والذي يناقش موضوع التعاون جنوب جنوب اهتمام العديد من وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، والتي أوفدت أطقما من الصحفيين لمتابعة أشغال هذا الموعد السنوي لصناع القرار والخبراء ومسؤولي المنظمات غير الحكومية من مختلف أنحاء العالم. كاين واحد الحضور اعلامي وازن في هذه التظاهره. ملي كنتحدثوا على كرونس مونتانا فكنتحدثوا على افريقيا بالدرجه الاولى، لي تشالنج ديالها، تحديات الشباب ديالها، المشاكل ديالها، الدور ديال المراه، يعني هذه كلها مجموعه من المواضيع اللي كتهمني انا كصحفيه، وكنشوف على ان الدور ديال الاعلام هنا مزيان في اشعاع اولا هذا المنتدى وفي اشعاع مدينه الداخله، انه كربطوا شويه المنتدى بهذه المدينه هذه فعطاه واحد الاشعاع اقوى. احنا قناه دوليه لتغطيه الاخبار العاجله والاخبار الدوليه. المناسبه هي تغطيه فعاليه مؤتمر كرونس مونتانا. بالطبع هذا المؤتمر له ابعاد افريقيه مغربيه دوليه، وهذا تقريبا من بين اولوياتنا كمؤسسه اخباريه اولا التعريف باشغاله بفعالياته، وايضا التعريف بالمنطقه وبما تحتوي بما تضمه من مشاريع كبيره جدا، مشاريع حكوميه ايضا، مشاريع اتفاقات دوليه على مستوى قطاعات الفلاحه والتجاره والسياحه والصناعه التقليديه والصيد البحري ايضا. خلال هذه السنة تم اعتماد أزيد من 200 صحفي يمثلون نحو 80 منبرا إعلاميا لتغطية أشغال هذه الدورة التي تعالج قضايا الصحة والشباب والمرأة والأمن الطاقي والفلاحة. وفضلا عن وسائل الإعلام الوطنية، يحظى هذا الحدث بتغطية هيئات دولية كبرى. على مستوى التغطية الإعلامية هنا في المنتدى المنعقد في الداخلة، أراها أنها التغطية كبيرة جدا، حيث تتعدد وسائل الإعلام الموجودة، معظم القنوات العربية موجودة، معظم وسائل الإعلام في المحيط الإفريقي والعربي أيضا موجودة. أيضا بالإضافة إلى القنوات هناك مواقع إلكترونية وجرائد، وأرى أنه على مستوى المادة الموجودة في البرنامج الذي يستمر على مدى 3 أيام والورشات المتعلقة سواء كان من خلال موضوع تنمية الشباب أو اقتصاد المحيطات، الأمن الغذائي، الثورة الإفريقية الخضراء، هذه القضايا أيضا هي مهمة بالنسبة لوسائل الإعلام. منتدى كرونس مونتانا لديه بعد دولي وهو معروف كواحد من أهم المنتديات في قارتنا الإفريقية، وهو فرصة للالتقاء بالعديد من صناع القرار الأفارقة ومن مختلف أنحاء العالم والالتقاء أيضا بالعديد من الزملاء. هذا مفيد بالنسبة لي، والموضوع هذه السنة مهم جدا يتعلق بكل ما هو رقمي. أضحى منتدى كرونس مونتانا موعدا سنويا لتبادل الأفكار بين الأفارقة ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما يكتسي أهمية كبيرة للمغرب ولبلدان الجنوب والشمال على حد سواء، وهو ما يعكس هذا الاهتمام لوسائل الإعلام العالمية. عدد من التصريحات حول أهمية منتدى كرونس مونتانا نستمع لها، تتحدث عن المواضيع التي تمت مناقشتها وأهميتها
بالنسبة للتنمية في إفريقيا. I find it fascinating that you have so many representations of different countries. Originally I'm from Poland, but I'm based between Monaco and London. And happy to be here. I think we can get to meet lots of interesting people. We can get to network a lot as well as touch very interesting subjects and topics that matter in today's world. Comme vous le savez, depuis un temps, toute l'Afrique commence à être... كما تعلمون منذ زمن كل إفريقيا بدأت تعرف تهديدات أمنية. فمنذ الأزمة الليبية نحن أمام مشهد تتصدره بوكو حرام وجماعات إرهابية أخرى. نحن الشباب الإفريقي لا يمكن أن نبقى واقفين نشاهد قادتنا الأفارقة يواجهون هذه المصاعب. ولمسنا أيضا أنه في كل عملية إرهابية هناك إما شاب يفجر نفسه أو شاب يسقط ضحية التفجير أو شاب مصاب. إذن هذه القضايا تهمنا بشكل مباشر. لدينا مشاريع عملاقة من أجل زراعة الصحراء عبر استخدام تكنولوجيا مبتكرة، ونحن نتقدم في ذلك. إنها المرة الأولى التي نشارك فيها في هذا المنتدى، وأجده منتدى مفيد ومهم، لأنه بالنسبة لنا مشروعنا هو الصحراء الخضراء الذي طورناه مع أحد الكنديين ومع عدد من علماء العالم، يشمل ليس فقط المغرب، فهو سيدعم مخطط المغرب الأخضر وأيضا مشروع السور الأخضر العملاق. كرانس مونتانا جاء لمنح الشباب الإفريقي القدرة على النقاش وتبادل الأفكار والالتقاء من أجل التحضير للمستقبل. نحن متعودون على القول أن الشباب هو المستقبل، ولكن عندما لا نشكرهم في الحاضر لا يمكن أن نشكرهم في المستقبل. لا نريد أن نكون متفرجين، ولكن نريد أن نكون فاعلين من أجل المساهمة في التغيير لأجل إفريقيا. إفريقيا التي نريدها يجب أن تمر عبر التعليم، التكوين والمقاولة، وكذلك صحة الشباب. ويجب أن نكافح ضد الهجرة السرية لهؤلاء الشباب الذين يتركون إفريقيا. يجب أن يبقوا بها ويطورونها. اليوم استطعنا أن نلمس أن الأمور تسير ببطء، وبفضل هذا المنتدى يمكن أن نلتقي وأن نتبادل ونخلق شبكات والتخطيط لسنوات القادمة لمشروعنا من أجل إفريقيا. أنا شخصيا لدي مشروع مع هؤلاء الشباب في مجال تطوير المقاولات الشبابية. تعرفون أن اليوم الأهم بالنسبة لنا هو خلق القيمة وتثمين الثروات من خلال الشباب ودعم الشراكات ووضع سياسات تساهم في تسهيل الولوج إلى الابتكار. كرانس مونتانا يحقق التلاقي وفضاء لتبادل التجارب بين رواد العالم بأسره، الذين جاءوا أيضا من دول الجنوب ومن مختلف دول إفريقيا من أجل نقاش حول المواضيع التي تمس مجتمعاتنا. في هذه النسخة رأيتم أنه خصص نقاش كبير للشباب وبحضور الشباب الرائد. احنا كشباب هذا المنتدى الحمد لله كيعطي واحد الاهتمام للنخبة الشابة للرؤية المستقبلية اللي أراد الله من ناحية الاستثمارات، من ناحية في القارة الإفريقية، اللي غيعود عندها واحد المستقبل اللي أراد الله نافع في الأيمان القليلة القادمة اللي أراد الله. انتهت هذه التغطية الخاصة بالنسخة الخامسة من منتدى كرانس مونتانا، التي حاولنا من خلالها ومن خلال التقارير والروبورتاجات والنشرات المباشرة من مكتب الداخلة نقل مختلف مجريات هذه النسخة. الشكر موصول للطاقم التقني والصحفي الذي أشرف على إنجاز هذه النشرات. إلى اللقاء إلى تغطية أخرى. الزميل بكار ليمي كنت مباشرة معنا من مكتب الداخلة، نشكرك والطاقم الصحفي والتقني على هذه التغطية الخاصة لفعاليات منتدى كرانس مونتانا.
بتنظيم من الرابطة الإقليمية للصحفيين الاستقلاليين وبشراكة مع الرابطة الإقليمية للمهندسين الاستقلاليين بالعيون، التأم لقاء تواصلي جمع عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، منسق الجهات الجنوبية ثلاث، ورئيس الجماعة الترابية للعيون السيد مولاي حمدي ولد الرشيد، مع الصحافة المحلية ومدوني مواقع التواصل الاجتماعي. لقاء تناول العديد من القضايا، ونتابع تفاصيله مع محمد التروزي والمحجوب كزيزة. ممثلو الرابطتان الإقليميتان للصحفيين والمهندسين الاستقلاليين حضروا للقائهم التواصلي مع عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال مولاي حمدي ولد الرشيد، فحضر هو أيضا عرضا حول مختلف المجازات التي أشرفت على ميلادها بلدية العيون بعدد من المجالات على مدى سنوات، وكذا برنامج عمل المجلس مستقبلا. هذا لقاء تواصلي نتيجة المعلومة بايقة منها اللي ما مصحة واللي الصحافيين يهدروا فيها والمدونين يهدروا فيها، ولكن ما عندهم أخبار عليها حقيقية، إلا اللي قام يهدر في شيء اللي ما هو حقيقي. وكنا وضحنا لهم في المشاريع اللي في المدينة، وضحنا لهم جميع الأمور اللي هي سولوا عنها باش نصحوها لهم، ولين بقاو نصحوها لهم دائما إلى رادها الله، باش اللي بقى يمشي على طريق الصحيحة المعقولة عنه خصو يقبض المعلومة الصحيحة اللي هي لازمة. أي ولين نديروا ذا اللقاء إلى رادها الله من كل 60 يوم شهرين نديروا اللقاء مع الصحافيين والمدونين واللي بقى يسول عن كل شيء. من الصحفيين طرحت التساؤلات تباعا حول عدد من القضايا الآنية بالعيون، بحثا عن أجوبة مباشرة من رئيس المجلس البلدي للعيون. السيد الرئيس أجاب على أزيد من 60 سؤال مطروحة من حوالي 24 صحفي وصحفية ومدون ومدونة، واللي كانت أجوبة شافية أثلجت صدر كل الحاضرين، على أساس إن شاء الله عن هذه اللي تعود سنة حميدة بشكل دائم ومستمر في إطار حق جميع المواطنين في الوصول إلى المعلومة. لقاء تواصلي مع الصحافة المحلية لطرح تساؤلات المواطنين بحثا عن أجوبة من رئيس المجلس البلدي في عدد من القضايا. رئيس المجلس التزم أيضا بتنظيم لقاءات أخرى بشكل دوري كل شهرين في تواصل مباشر مع الصحافة لمناقشة القضايا التنموية. الحماية القانونية للمرأة المغربية بين المرجعية الكونية والخصوصية المغربية موضوع الندوة الوطنية التي نظمها المكتب المحلي لودادية موظفي العدل بالطنطان والمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بأجدير بشراكة مع مختبر القانون والمجتمع بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأجدير ومختبر الدراسات في العلوم القانونية والاجتماعية والقضائية والبيئية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول جامعة ابن زهر وشركاء آخرين. محاور الندوة في متابعة غالي الجرحي وعبد الرحيم حاجي. مسؤولون قضائيون، أساتذة جامعيون وطلبة باحثون خلال أشغال هذه الندوة الوطنية التي اختارت موضوع الحماية القانونية للمرأة بين المرجعية الكونية والخصوصية المغربية جلسات علمية قدمت مداخلات قاربت تجليات إنصاف المرأة في الأعراف المغربية وتنازع أحكام المذهب المالكي ومقتضيات الاتفاقيات الدولية في مدونة الأسرة المغربية. تنظيم هذه الندوة من طرف المحكمة الابتدائية بطنطان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ذلك نظرا لأهمية الموضوع ولكون معظم السياسات الجنائية المعاصرة أصبحت توفر حماية جنائية للمرأة وتجرم العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي، وما لمسنا من خلال ممارستنا العملية بالمناطق الصحراوية هو الممارسة الفضلة للمرأة ومعاملتها بطريقة حسنة، ذلك أنه تغلب قواعد الأخلاق والمعاملات على القواعد القانونية في هذا الإجان. أكيد أن هذا اللقاء هو يتسم بحضور طلاب الأساتذة المتخصصين في الموضوع الذين يدرسون من خلال جانب يعني العلمي القانوني
والشرعي والفقهي أيضا المرتبط بالحماية القانونية للمرأة والعلاقة بين واقع المرأة في النص القانوني وأيضا على المستوى العملي التطبيقي. حاول السادة الأساتذة الأفاضل من خلال مداخلتهم الإحاطة بكل الجوانب التي يمكنها أن تضمن للمرأة حقوقها الأساسية بشكل يضمن لها المساواة على جميع المستويات، وانطلاقا من أن دور المرأة لم يعد منحصرا في المنزل، بل انفتحت على مجموع المجالات الاجتماعية، اقتصادية، قانونية، قضائية، بل وحتى سياسية. محاور الندوة أبرزت كذلك التكريم الإلهي للمرأة وكذا المساواة بين الجنسين في عقد الزواج بين النص القانوني والواقع الاجتماعي، فضلا عن التأصيل الفقهي والتطبيق العملي في خطة العدالة. انعقاد هذه الندوة الوطنية عد فرصة للاحتفاء بأحد الأسماء التي لها بصمات في سلك العدالة، والتي خصها المنظمون بتكريم استثنائي، وهو السيد عبد الله الجعفري الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير. هذا الاحتفاء الذي يدل على نبل الأخلاق وعلى الاعتراف بالجميل، وإن كنت أعتقد في نفسي أن ما قدمت للعدالة واجب، لم أقم بشيء فوق العادة، فكل مواطن وكل مسؤول يجب أن يؤدي في نظري مهامه خدمة للوطن والمواطن تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة. ندوة علمية وطنية بمبادرة من هيئات تنتسب للسلك القضائي تأتي احتفاء باليوم الأممي للمرأة، وسلطت الضوء على عديد المكتسبات والمنجزات التي تحققت للمرأة المغربية على مدار السنوات الأخيرة، والتي أقرتها عديد التشريعات التي تنشد رهان المناصفة داخل النسيج المغربي. إلى السمارة، وتخليدا لليوم العالمي للمرأة، نظمت الجامعة الملكية المغربية للرياضات الوثيرية والرشاقة البدنية الهيب هوب والأساليب المماثلة لها صباح اليوم تظاهرة المشي الرياضي المفتوح في وجه عموم النساء من مختلف الشرائح والأعمار. التظاهرة نظمت تحت شعار من أجل راحة بدنية وذهنية، تقدم أنشطتها الرياضية عامل الإقليم مرفوقا بوفد رسمي ضم المنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية. روبورتاج في الموضوع مع يوسف زعواطي بكاميرا مبارك الباز. فرادى وجماعات، ومنذ ساعات الصباح الأولى تقاطرت نساء الإقليم على المدخل الشمالي للمدينة. بين المستفيدات من تبصم على أول مشاركة في فعاليات رياضية من هذا الحجم، ومنهن من وطن الممارسات الرياضية في نمط عيشهن اليومي. خطوات النساء هذا الصباح تعكس حجم التعبئة والتجاوب الواسع للمستفيدات مع مضمون التظاهرة. الحمد لله المرأة الصحراوية حاليا وعات أن الرياضة، أن العقل السليم في الجسم السليم، ودرنا الحمد لله لمارش مع السيدة مدام بناني، ودرنا حركات، ونعرفوا عن الرياضة مهمة للجسم، حرقنا السعرات الحرارية والدهنية، وعنك منين تدير الحركة البدنية بدورها لو سيرف والعقل. حامدين مولانا وشاكرين وداركوا عينه. الحقيقة احنا فرحانين بهذه التوعية، لأن الحقيقة المرأة الصحراوية خاصها كيف هذه التظاهرات باش تعرف مخاطر السمنة، ونشكروا جميع السلطات اللي ساعدت في هذه التظاهرة. النساء أنا كنقول لهم بأن الجهات المختصة هنا مدينة سمارة راه ما فتئت باش دير لهم الأماكن باش يتحركوا، أماكن باش يمارسوا الرياضة. فالرياضة خصهم تكون عندهم في الدم ديالهم، يتحركوا فين ما مشاو. دابا كما شفتوا دابا عندنا جميع في المرافق عندنا معدات رياضية اللي هي سهلة جدا، اللي يمكن يستعملها الكبير ويستعملها الصغير. فهذا أنا كنوصي النساء، أكثرية النساء مدينة سمارة، فعليكم بالمشي، عليكم بالتحرك. صبيحة المشي الرياضي لم تخلو من رسائل صحية للتحسيس والتوعية بآفة السمنة ومخاطرها الوخيمة على الصحة النفسية والبدنية للنساء.
المستفيدات استهدفتهم كذلك فحوصات طبية وحلقات مكثفة حول الأساليب الفضلة لممارسة الرياضة بشكل يومي. السمنة كتشكل واحد الآفة واحد أعراض خيبة بزاف على الصحة ديال النساء، خصوصا أن منظمة الصحة الدولية منذ 1996 بدأت كتعتبر أن السمنة وباء وكان مرض، ولكن بدات كتعتبروا وباء، فما كانش يمكننا نبقاو كجامعه ديال الرشاقه البدنيه ما كانش يمكننا نبقاو ساكتين على هاد الافادي. فكانت عدد ديال الورشات كانوا دروس في الايروبيك، وكانوا فحوصات طبيه مجانا في واحد العدد ديال الامراض، وكانت ايضا محاضره حول التغذيه اللي قام بها طبيب مختص، وكان تفاعل كبير مع النساء. جرعات عاليه من التحسيس والتوعيه وحث النساء على توطين الممارسات الرياضيه في نمط عيشهن اليومي، غايات نجح المنظمون بشكل لافت في إيصالها للمستفيدات، في انتظار نسخ قادمة واستهداف أكبر. في سياق متصل، تميزت فعاليات هذه التظاهرة الرياضية بتنظيم ندوة يوم أمس خصصت للتحسيس والتوعية بمخاطر السمنة على الصحة النفسية والبدنية للنساء. تفاصيل أوفى حول هذه الندوة في سياق روبورتاج يوسف زعواطي ومبارك الباز. نهاية أسبوع رياضية صحية لفائدة نساء الإقليم، البداية بندوة علمية عن الحمية الغذائية وسلة توصيات طبية لتجنب داء السمنة. الداء ومنذ سنة 96 900 وألف صنفته منظمة الصحة العالمية من الأمراض الأكثر تهديداً لصحة النساء، تقلص من أمد الحياة وتنغص الصحة الجسدية والنفسية للنساء. مداخلات الندوة التحسيسية أطلقت نقاشا واسعا حول لفت الانتباه لانتشار آفة السمنة بين نساء المنطقة، بل وتصنيفها ضمن مقومات الجمال في الثقافة المحلية، والحاجة للتوعية بأهمية التخسيس واعتماد الرياضة في نمط العيش اليومي للنساء. قالوا لنا نوعوا الناس، وحنا خصوصا حنا الأستاذات لصالات اللي هون في السمارة نديروا التوعية ونديروا دورات بيناتنا، ونقولوا للعيات عنهم يبعدوا من السمنة ويبعدوا من مسلة قاعد فيها الدهنيات وفيها الكوليسترول وفيها هذه المسائل كاملة، يبعدوا منها والله يجازيهم. وملي نعطوا لنا حركات رياضية زينة اللي للتخسيس والياسر من المسائل، لأن الجسم العقل السليم في الجسم السليم. ندوة علمية دعت إلى إعمال التفكير حول التمثلات المجتمعية الخاطئة إزاء آفة السمنة، وباختتامها ينتظر المشاركات صباح اليوم الموالي حزمة أنشطة رياضية مكثفة زفتها الجامعة الملكية للرياضات الوثيرية والرشاقة البدنية لفائدة نساء الإقليم. وفي إطار التوجيه الجامعي والمهني وتقريب المعلومة، نظم المنتدى الوطني للتوجيه التربوي بشراكة مع جامعة ابن زهر وبتنسيق تام مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمكتب الشريف للفوسفات يوما دراسيا أو تواصليا بثانوية علي ابن أبي طالب بطرفاية، لقاء استهدف تلاميذ الثانية بكالوريا للإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم حول ماذا بعد البكالوريا. روبورتاج في الموضوع مع سناء بناوي والمختار خية. تلميذات وتلاميذ ثانوية علي بن أبي طالب بطرفاية مستوى الثانية بكالوريا كانوا اليوم على موعد مع الملتقى الأول بطرفاية للتوجيه التربوي والمصاحبة الجامعية، ملتقى اعتبر فرصة لأبناء المنطقة للاستفادة من هذا التوجيه والاطلاع على مختلف الشعب والتخصصات عن قرب. والمنتدى الوطني للتوجيه التربوي كما تعلمون قبل أن يحل بمدينة العيون أواخر شهر أبريل المقبل إن شاء الله، فنحن الآن بمدينة طرفايا كتدخل استباقي لهذا المنتدى لهذا الملتقى الذي سيكون إن شاء الله بمدينة العيون. قرب فكرة التوجيه إلى التكوين المهني للتلاميذ، سواء تلاميذ السلك الإعدادي الثانوي أو السلك التاهيلي، وتحدثنا بطبيعة الحال من أجل تتضح الرؤية أكثر للتلميذ عن الشعب المتوفرة سواء في المستوى التقني أو التقني
المتخصص. الهدف من هذا اليوم التوجيهي هو ملائمة التكوين مع الأفاق المهنية، يعني إنسان تلميذ فاشد الباكالوريا التخصص اللي خاصه يديره من بعد، وهذا هو المهم، التخصص اللي خاصه يديره من بعد خاصه يكون قريب وملائم للأنشطة اللي كاينة في الجهة. حارص على الاستفادة من هذا اللقاء من خلال طرح الأسئلة والبحث عن الأجوبة التي قد تساعد في تحديد مسارهم الدراسي والمهني. لقاء تضمن ورشات مصغرة لشرح وبسط جميع الشعب والتخصصات المتوفرة والشروط المطلوبة للالتحاق بمختلف المؤسسات التعليمية. التلاميذ حول المسارات والشعب اللي كاينه خصوصا بالجامعه، لان كنعرفوا ان التلاميذ كيعيشوا واحد التخوف من الجامعه خصوصا ما بعد الحصول على الاجازه. عطوهم فكره على الشهاده، يعني شنو الافاق اللي غادي تقدر تفتح لهم في المعاهد الموجوده. جاء الينا مجموعه من الاساتذه والدكاتره من مختلف التخصصات لرحاب ثانويه علي بن ابي طالب من أجل تنوير الناشئة خصوصا المتعلمات والمتعلمين الدارسين بسلك البكالوريا، من أجل تنويرهم في مجموعة من الشعب والمسالك ما بعد البكالوريا. التلميذ حينما يحصل على شهادة البكالوريا يأتيه إرباك، نوع من الحيران، كي يجد هل يتوجه إلى معاهد أو مدارس أو جامعات. فاليوم إن شاء الله لقينا خيمة مضافة في هذا الملتقى. لقاء تواصلي توجيهي هو الأول من نوعه بطرفايا، الذي يهدف إلى تقريب المعلومة وتسهيل عملية الاختيار على الطالب ووضعه في المسار الصحيح لولوج عالم الشغل من أبوابه الواسعة. ما بين دفتي جديد الصحف الصادرة يوم غد في تقرير للزميل عياد السرتي. نستهل قراءتنا لجديد الصحف الصادرة يوم غد الاثنين من يومية الأحداث المغربية، وكتبت: قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة إن موقف المغرب حيال التطورات الأخيرة التي تعرفها الجزائر هو عدم التدخل والامتناع عن إصدار أي تعليق حول هذا الموضوع، وأضاف إن المغرب ينفي بقوة الادعاءات الكاذبة بوجود تنسيق مع دول أخرى، مؤكدا أنه لم يتم ربط أي اتصال في هذا الشأن لا مع فرنسا ولا مع أي دولة أخرى، ويدعو المغرب وسائل الإعلام إلى احترام الأعراف الأخلاقية والمهنية للدبلوماسية المغربية، مذكرا أنها تتوفر على القنوات المناسبة التي تعبر فيها عن مواقفها بكل شجاعة. يومية الصباح كتبت في عددها ليوم غد الاثنين: حل صبيحة اليوم الأحد بمخيمات تندوف وفد ضم قائد الناحية العسكرية الجزائرية الثالثة ومسؤول قطاع العمليات لتندوف والمنسق العسكري بين الجزائر والبوليساريو، بالإضافة إلى بعض الضباط والغرض تثبيت قدمي قيادي عسكري بالبوليساريو. وكشفت الصباح أن هذا يكشف من جديد أن الجزائر هي المحرك والمتحكم في البوليساريو، وأشارت اليومية إلى أن هذا يجري في الوقت الذي تعيش فيه الجبهة على وقع الطيارات الشبابية الرافضة لبلادة القيادة وغطرستها. يومية الاتحاد الاشتراكي كتبت: أبرز جلالة الملك محمد السادس أهمية تكوين الشباب بإفريقيا من أجل تحويل ما هو متاح اليوم من مؤهلات وإمكانات اقتصادية إلى واقع ملموس غدا. وأكد جلالة الملك في رسالة موجهة إلى المشاركين في النسخة الخامسة لمنتدى كرونس مونتانا المنظمة بالداخل والتي افتتحت أشغالها أمس السبت تحت شعار بناء قارة إفريقية قوية وحديثة في خدمة شباب بها. وذكرت الاتحاد الاشتراكي أن الشباب الإفريقي في حاجة إلى العناية به وتكوينه وتحميله المسؤولية بل وإعطائه ما يستحق من قيمة. وأشار جلالة الملك إلى أنه ينبغي تكوين الشباب من أجل تحويل ما هو متاح اليوم من مؤهلات وإمكانات اقتصادية إلى واقع ملموس غدا. صحيفة برلمانكم الإلكترونية كتبت: بعد أشغال دامت 4 أيام اختتمت اليوم الأحد بالداخل أشغال الدورة السنوية الخامسة لمنتدى كرونس مونتانا، والتي انعقدت من 14 إلى 17 من شهر مارس الجاري بمشاركة حوالي 1200 مشارك منحدرا من 110 بلدان ونقاشات مثمرة حول التعاون جنوب جنوب ومستقبل إفريقيا. وبعد 4 أيام من اللقاءات والجلسات العامة والأحداث والأنشطة الموازنة
الجازية أجابت هذه الدورة الجديدة للمرة الخامسة على التوالي بجوهرة الجنوب على كافة الانتظارات بمشاركة مئات الشخصيات رفيعة المستوى التي ناقشت بشكل معمق الانشغالات والهموم وكذا طموحات الشباب الإفريقي. يومية المساء كتبت في عددها الصادر يوم غد الاثنين: انطلقت يوم أمس السبت مناورات الأسد الإفريقي المشتركة بين القوات المغربية والأمريكية في نسختها 16 وتستمر حتى 7 أبريل المقبل. وذكرت المساء أن هذه المناورات العسكرية تجري في 5 مدن مغربية هي أكادير وتفنيت وبنغرير والطنطان وطاطا بمشاركة آلاف العسكريين وعدد كبير من المعدات. وإلى جانب المغرب والولايات المتحدة تشارك في هذه المناورات 5 دول تمثل إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية هي كندا، إسبانيا وبريطانيا، السنغال وتونس. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم عبد المولى بوشملات عن سن تناهز 60 سنة، الفقيد ينتمي لقبيلة الشياضمة. كما انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم مولود ولد الرقيبي عن سن تناهز 59 سنة، والفقيد ينتمي لقبيلة صبويا. وانتقل إلى رحمة الله تعالى المرحوم عبد الله ولد إبراهيم السالم ولد حمو داود عن سن تناهز 56 سنة، الفقيد ينتمي لقبيلة إيت الحسن إيت بومقوت. كما انتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة فاطمة من تحمالة عن سن تناهز 60 سنة، الفقيدة تنتمي لقبيلة أيت بعمران. تغمد الله الجميع بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان، وإن لله وإن إليه راجعون. نتوقف وإياكم مشاهدين اللحظة مع الورقة الخاصة بأحوال الطقس ليوم غد بمشيئة الله، حيث سيبقى الجو مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية بالجنوب. درجات الحرارة نستهلها من العاصمة الرباط 23 درجة. أربع وعشرون درجة بسيدي إفني والطنطان، 31 درجة بقليميم، 30 درجة بآسا والصاك، 22 بطرفايا، 28 بالعيون. ستسجل 29 درجة بكل من السمارة وبكراع، فيما ستسجل 23 درجة ببجدور. 31 درجة من المرتقب أن تسجل بقلت الزمور، 32 درجة بأم دريقة، 33 من المرتقب أن تسجل بأوسرد، ستسجل 24 درجة بالداخلة، فيما ستسجل 30 درجة بالقويرة. حالة البحر بالواجهة الأطلسية سيكون على العموم قليل الهيجان. شروق الشمس بمدينة العيون سيكون غدا إن شاء الله على 8:04، فيما الغروب فمن المرتقب أن يكون بمشيئة الله على 7:07:59. درجات الحرارة المسجلة ببعض المناطق المجاورة لبلادنا: 30 درجة بتندوف، 34 بالربوني، 32 بزويرات وتودني، 35 بأطار، 30 بنوذيبو، 39 بنوكشوت. ستسجل أيضا 40 درجة بكيهيدي وباماكو. إلى التذكير بالعناوين. في نشرتنا لليلة تابعنا من الداخل اختتام فعاليات منتدى كرونس مونتانا في دورته 5. ومن الطنطان أوردنا تفاصيل ندوة وطنية حول الحماية القانونية للمرأة المغربية.
وفي النشرة أيضا تابعنا فعاليات تظاهرة المشي الرياضي للنساء التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للرياضات الوثيرية والرشاقة البدنية الهيب هوب والأساليب المماثلة. وإلى هنا مشاهدينا نكون قد استوفينا موادنا الإخبارية، نشكركم على طيب المتابعة.